استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيسة المغرب كاتلين نوفاك لعقد مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا خلال اتصال هاتفي على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة مع غزة، مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع. من جانبه أشاد روتا بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في غزة، فضلا عن عملية تنظيم وإدخال المساعدات إلى القطاع. شدد وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة البناء على الهدنة في غزة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع. من جانبه أشاد بلينكن بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة الذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. دخلت الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة يومها الرابع والأخير وسط مساع لتمديدها من قبل أطراف عدة. في الأثناء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تلقت أسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم اليوم، وهما 11 شخص. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حملات اعتقال قرب رام الله والخليل، وذكرت مصادر محلية أن من بين المعتقلين 26 فلسطينيا شرقي الخليل وثلاثة جنوبي جنين. قال مسؤولان أمريكيان إن سفينة تابعة للبحريات الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك وتأكدت من أنها آمنة وحرة. وأضاف أحد المسؤولين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن سفينة ماسون ساعدت في ضمان سلامة الناقلة. نشرت كوريا الشمالية قوات وأسلحة قرب الحدود مع جارتها الجنوبية بعد تعليق معاهدة عسكرية. وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي إن بيونغ يونغ أرسلت في الفترة الأخيرة طواقم مسلحة لإقامة نقاط حراسة مجددا بعد أن كانت قد أزالتها بموجب اتفاق عام 2018.